جمال شحادي، اهلا وسهلا فيك معنا بعطريقك. حضرتك مدير مركز بيت النعمي. هذا المركز اللي هو عباره عن قصه نجاح، اليوم رح ندخل بكل تفاصيله ونتوسع فيها اكثر، فاهلا وسهلا فيك. شكرا لك سيدي. يعني جمال عم نحكي على بيت النعمي، هذا المركز اللي عمره سنوات طويله وطويله وطويله، اللي بلش بحضرته والد حضرتك، وكانت خطوه شوي بحينه هيك مش مفهومة ضمناً، وكانت خطوة جريئة، وكانت خطوة في حواليها كتير ما يقال. شو بتتذكر من هذيك الفترة حسب شو حدثوك؟ طلع يعني أنا مواليد 82، السنة اللي بلشت فيها بلش فيها المشروع، أو بالأحرى المشروع بلش كمان قبل مع حياة الوالد كميل اللي هو من حيفا. يعني كان كتير يهمه مجتمعه وإيش ممكن يقدم لمجتمعه، وتعرف على سجين اللي حكى عن الصعوبات، وبالآخر هذا السجين لأجل هاي الصعوبات انتحر بقلب السجن. فالوالد حس إنه هاي قسم من الرسالة اللي لازم يقوم فيها. وبهاي الفترة كمان تعرف على الوالدة اللي هي كانت متطوعة هون من سويسرا، شاركها بأفكاره، حبوا بعض، قرروا يتجوزوا. فبعد جيزة بأسبوعين هني بلشوا بيت النعمي، الدار صغيرة هون بحيفا كانوا مستأجرينها، وأنا أجيت بعدين. فاللي بتذكره هو من لما أنا وعيت على الدنيا كيف عايش. بس كمان سمعت قديش كان صعب الإشي بالأول، سمعت من الوالد من الوالدة كمان، خصوصاً البداية كزوج شاب عم بيعملوا خطوة جريئة بمجتمع اللي فيه اللي عنده حق اللي ما يقال، واللي عنده خبرة حياة مش شاب صغير. طبعا كمان الاسره مش كلها فهمت شو عم بيصير، يعني يا دوبكم متجوزين مفوتين. وكثير قيل في حينه انه عمليا الوالده حاولت ادخال الثقافه الاوروبيه للمجتمع الشرقي، كل قضيه يعني هاي البيوت الدافئه، كل قضيه التطوع. انا ما بفكر انه الوالده اجت يعني تتخالف شغلي او تغير شغلي، اكثر من ما هي رساله مآمنة فيها. وطبعا احنا يعني كمان كمسيحيين مؤمنين اللي في عنا بكل وضوح هو انه انت موجود لتخدم الاخر، بهاي الطريقه توصل ربنا. يعني انا بحكي اسم المطلق ايمان طلق ديني كمان. فما كان الهدف انه انا جاي اغير ولا اساوي شيء، اكثر من ما هو انا جاي اخدم، وما بهمني ايش الباقي راح يحكي عني. اذا عم بحكي عن الوالد والوالده مع بعض، اللي عن جد ما هم من اي انتقاد او اي شغله سمعوها بطريقا، عشان كانوا بنين هالرساله هاي على مبدا ايماني وكانوا واثقين منها. هي كل قضيه الخلط جمال يمكن ما بين يعني المعتقدات الدينيه وما بين العادات والتقاليد يعني العربيه. وحكيت عن صعوبات، وانا بتوقع بهديك الفتره قديش كان في صعوبات، بالاخص على قضيه الانكشاف، انه انا اليوم كشخص اللي اعاني من وضعيه معينه شوي حساسه مجتمعيا، قديش كان مقبول او مريح لي اني انكشف على اشخاص اخرين، اني اخذ حضن دافئ من اشخاص غرباء بطبيعه الحال. فشو كنت تسمع عن هذا الموضوع؟ طبعا كل هذا الموضوع انه انت بشكل عام انه تجيب سجين اللي هو منبوذ من كل المجتمع، من عيلته، من اقرب الناس اليه، حتى من اولاده وزوجته، وتجرب تعطيه فرصه تاني، هذا ما كان مستوعب بهذيك الفتره. وانت تجيبه على قلب المجتمع وتقول لا اعطوه فرصه تاني، طبعا هاي كانت صعوبه كثير كبيره. وهي واحده من الشغلات اللي حياه الوالد كثير كان في قوه اخذت منه لحتى يشتغل عليها، للناس تتقبل شو عم بيصير هون. يعني انا بتذكر كمان واحنا صغار كان الاهالي اصحابنا بالمدرسه خافوا يبعثوا اولادهم لهون، كيف نبعث اولادنا محل فيه ناس مجرمين؟ بس لما احنا كبرنا مع هدول الناس وشافوا انه عم ناكل، ولما اهلي طلعوا من البيت ما جبنا حاضنات، اللي كان يدير باله علينا هو هدول المجرمين. ولما هدول المجرمين بلشوا كمان ينخرطوا بأماكن عمل اللي كانوا أصدقاء لحياة الوالد، صار المجتمع يشوف إنه يا عمي هذا إنسان لازم يأخذ فرصة تانية. فمن هذا المنطلق كل الفكرة بأولها كانت شوي صعبة على المجتمع، بس نشغل عليها بصورة هادئة جداً، بدون كتير دوشات وبدون كتير إعلانات، بس إنه نكون مثل للآخر، والآخر بلش يتقبل الشغلة شوي شوي. وكمان يعني ما ننسى انه باول الطريق انا عم بحكي على 82، كل الوضع السياسي اللي كان هون، كمان كعربي تفوت على بيتك ناس مجرمين بنظر السلطات هذا كان إشي مشبوه. صحيح. فعندي كمان هاي الشغله كان لازم كانك مشارك في هاي الجريمه اللي يعني اللي الشخص يمكن طالع منها، او
فعشان هيك كان يعني الموضوع كتير كتير صعب بالأول. إحنا المنطقة اللي موجودين فيها هون ما كان فيها كل البنايات المكاتب الحكومية اللي اليوم موجودة، كنا إحنا بوسط محل اللي هو مهجور مهدوم. كمان ما كان في نقول خطوط تليفون، خطوط كهرباء اللي واصله، فكل هاي الامور كانت الحياه بعدها يعني بعدها على ابسطها كانت كلها صعوبات بالطريق اللي واجهوها حياه الوالد والوالده. بس كمان مره كانوا مأمنين، كانوا مصممين، وكانوا شايفين اهميه خدمه هذا الانسان اللي بحاجه لمساعده. السؤال لما بنحكي على مشروع يعني هذا المشروع بيت النعمه كان ماخذ كل الوقت من الوالد والوالده في حينه، وبلشتوا انتم هيك يعني تكونوا كابناء يعني السيد كميل شحادي، وبلشتوا تنكشفوا لهذا العالم جمال حضرتك واخوتك. قديش كان مهم لاهلك انكم تكونوا جزء من هذا المكان؟ قديش كان مهم لإلهم تفهموا شو عم بدور بهذا المكان؟ هذا كان جزء أساسي لبداية المرحلة. يعني أول ما بلش الوالد نقل للمبنى اللي إحنا موجودين فيه الكنيسة السيدي من الدار الصغيرة اللي كان مستأجرها، كان هدفه إنه يعطي جو عائلي لهذا السجين، هذا المحتاج اللي فيش وين يروح وما في عنده العيلة تقوي. وكان عشان يعطيه هذا الجو لازم هو يضحي نقول بين قوسين انه يعيش مع عيلته بهاي الاجواء. واحنا بالنسبه لإلنا ما حسينا هون في شيء غريب. احنا موجودين من بدايه الطريق، احنا ربينا انه 24 ساعه انت عايش مع ناس غرباء اللي صاروا قسم من عيلتك، بتاكل مع ناس اللي كل الشارع بس يشوفهم بيبعد عنهم وانت عايش معهم بيوم يوم. فبالنسبه لي كان ولاخوتي يعني بشوف لليوم انه كان لإلنا شيء طبيعي وكان إشي كتير مهم بتربيتنا. يعني اليوم إحنا منشوف قديش إحنا ربحنا من وراء هاي الخبرة بالحياة، وكيف اليوم أنا بقدر أطلع على الإنسان بطريقة تانية ومش بس من صورة خارجية ولا وصمات أنا سمعت عن البني آدم، إنما أنا قدرت أوصل لداخله، أفهم قصته، أفهم الخلفية تبعته، أعامله على نفس المستوى كبني آدم. من بداية الرسالة كان واضح جداً للوالد والوالدة إنه هذا المشروع هو قسم من العيلة، عشان هاي العيلة هي اللي راح تقدر تعمل تغيير جوها عند الناس اللي ما كان عندهم عيلة من قبل. قبل ما هيك ندخل بكل قضايا يعني المراكز الحديثة والعلاجات الحديثة وإلى آخره، خلينا نضل شوي بسنوات الثمانين وطرق العلاج أو طرق الاحتواء اللي كانت لهي الأشخاص يعني من الوالد والوالدة. يمكن أشخاص يمكن ما كانوا منكشفين اليوم على كل يعني العلم المتاح اليوم وكل الخبرة المتاحة اليوم. شو متذكر من هذيك الفترة؟ كيف كان يتم احتواء هاي الأشخاص؟ كيف كان يتم علاجها؟ طبعاً صار في تغيير كتير كبير. البداية كانت مؤسسة على روح طيبة، بدنا نعطي مأوى لعاطفة، ما فيش وين يروح، بدنا نقوي عنا بهالعيلة. بس لاحظنا بسرعة كتير كبيرة انه بدون ما يكون في كمان الجهة العلاجية المختصة بهاي الامور، صعب كتير انت تقدم مساعدة مزبوطة. في ابعاد كتير مختلفة عند هالشخص هذا اللي بحاجة لعلاج، ومش بس العاطفية ومش بس قصة عائلة، في كتير امور الخلفية الماضي تبعه. من فترة البداية بلشنا كمان نشوف انه ندخل لقلب هالمحل المهنية، وفات عندنا عمال اجتماعيين ومستشارين وكل الامور اللي اصحاب الاختصاص. نعم، ببداية الطريق كانت زي ما قلت لك بيت مفتوح للكل، كان يجي عندنا اللي مستعمل المخدرات وعم بيكسر زي ما بيقولوا الكريز، كان اللي انطحى من بيته عشان اختلف هو واهله، المرأة المعنفة اللي هارب من اهلها وفيش وين تروح، هالفقير اللي بيحتاج لمحل ياكل فيه مش اكتر. فكان اجواء يعني جدا خاصة، حاوي كل انسان من كل الخلفيات. كان معتمد يمكن على كل قضية العاطفة اللي حكينا عنها، كل قضية محاولة الحماية. نعم. حماية هذا الشخص. وبرايك أنجع كانت هاي الطريقة جمال؟ هذا اللي نقول إنه موجود الجهة الإنسانية العاطفية، موجود الجهة المهنية، هي الإشي اللي بيميز بيت النعمة. وهذا اللي بعطينا لليوم
نسب نجاحات أكثر من مراكز ثانية اللي بتهتم بهذا الموضوع بشكل عام أو بحسب الإحصائيات العالمية. يعني بفكر عشان إحنا شفنا إنه لما أنت بتوصل للإنسان بالمحلات الصغيرة، لما أنت بتيجي عند شخص اللي هو مارق حياة كتير صعبة وبالسجن مارق كل الأمور، العلاج والضغوطات، وبدك تساوي هيك وبدك تساوي هيك بدك تساوي هيك، ناقصه اللي الواحد يطلع عليه كإنسان، وهذا المحل إحنا منمليه. طبعاً ما بنقدر نقول إنه بس هيك الواحد بتغير، بدنا علاج، بدنا حدود تحط للشخص هذا، بدك يكون في عنده إطار واضح وين هو موجود عشان إحنا إطار علاج. ما ننساش لما بلش بيت النعمة هو كان أول مركز تأهيلي ما بنسموه النزل بكل الدولة، ما كان في إطار قبل، واليوم إحنا الإطار الوحيد للمجتمع العربي. فإذا بناخد كل هاي الشغلات مع بعض كل الوقت كان المحل متميز فعلا. بس الدمج بين الجهتين هدول هو بعطي الطابع الخاص. ما بحب أقارن مع محلات تاني، ما بحب أشوف حالي أو أتعالى محلات تاني، بس بأكد أنه هذا النظام أنه فيه جو العيلي والجو المهني، وأنا عم بحكي عن ناس خبراء اللي عندهم خبرة بالميدان وبالعلاج لسنوات طويلة، مرئين كل الدورات اللي لازم يمرقوها. الدمج بين هدول الشغلتين هو اللي بعطي للإنسان اللي محتاج لفرصة جديدة كل الأدوات ليبلش طريقه بأقوى إمكانيات. ما في شك، يعني تحدثنا بداية عن الصعوبات اللي كانت يعني سنوات الثمانين، أنك تيجي وتبادر لهيك مشروع ما كان سهل. بتفكر أنه يعني حياة الوالد، حياة سيد كميل شحادي، كسر في حينه كل المسلمات أمام الحلم يلي راودوا أمام هذا المشروع يلي حلم فيه، يلي مثل ما ذكرت كمان أجا بداية من محل مؤمن، من محل شخص متدين يؤمن بالعطاء ويؤمن بحياة الآخر بشكل محترم، وكمل كحلم كمبادرة. بتفكر أنه عن جد كسر المسلمات في حينه وتحدى؟ لا شك أنه كان في كسر كثير حواجز الوالد، طبعا جيله، عدم خبرته بالمجال، انه يقدر يبني شغله اللي هي لليوم موجوده، هذا بدل على انه كسر كثير حواجز وقدر يكسرها باصراره وايمانه باللي عم بيعمله. طبعا اذا بدنا نفوت على الجانب الاقتصادي للموضوع، مفهوم احنا ما في عندنا ميزانيات ملائمه من قبل المؤسسات الحكوميه، الدعم هو مبني على التبرعات، تبرعات ممكن تكون سنة منيحة سنة أقل منيحة، فمش الإشي الاقتصادي كان هو اللي الهدف. عشان هيك المحل مبني على أساس مظبوط ومكمل، مليان صعوبات مليان تحديات، وهذا قسم اللي بجمل كمان العمل بهال الإطار هذا. أشياء يعني مثلا واحدة من الشغلات اللي هو أنا بفكر لليوم قدر يغيرها، انه كان بالزمانات كل واحد فيه عنده مثلا ملابس او ادوات بدوش اياها كان يزتها بالزباله، لما هو بلش انه يقول للناس يا عم تزبطوش جيبوهن لعنا احنا بنصنفها بنوزعها لعائلات محتاجه، اليوم شوف كم من مركز بتعامل صحيح. بس بقصه انه احنا ناخذ شغلات مستعمله ونعطيها للمحتاج، وفي ناس كمان اخذوها للمحل اللي هو صار اقتصادي بزنس. فهي واحدة من الشغلات اللي حياة الوالد بلش فيها. صحيح. رح هيك ندخل بعد أكثر بتفاصيل وهيك نعمل مقارنات بين الماضي والحاضر، رح نشوف وين المركز اليوم، مركز بيت النعمة هيك يقف وأهم نشاطاته وفعالياته. رح نتحدث أيضا عن كل التطلعات المستقبلية، مكملين مع حضرتك جمال لكن بعد شوي. تحدثنا كثير بالبدايه عن الطابع الديني وكل قضيه الايمان بمحل معين اللي وصل لبيت النعمه. السؤال هيك يعني الاول، لاي مدى اليوم في فصل ما بين الدين والمجتمع بمجتمعنا ب 2018؟ اذا بنحكي بشكل عام
بفكر انه اليوم احنا الدين مع كل التطورات اللي صارت وقديش عم نحاول نتفادى ونكون احرار ليبراليين، في طابع واضح للدين من خلال تقاليدنا، من خلال حياتنا اليوميه، وكل الامور اللي عم تصير، ان كان زواج، موت، صلوات، اعياد، في عندنا طابع ديني. وهذا بفكر شغله كمان اللي بتميز اليوم مجتمعنا اذا احنا بنقارن بدول تانية حتى الغربيه يعني. بس للشغله هاي في اشياء ايجابيه وفي اشياء سلبيه يعني. واحنا بيت النعمه رغم انه موجودين بقلب كنيسه ورغم الاشي مبني على الايمان، المحل مفتوح للكل احتراما للاخر وتقبل الاخر، هذا يعني عنواننا احنا. هسه لما بصير الاشي فيه تعصب وفيه نبذ للاخر، هذا اشي مش مقبول علي انا مش بس علي، بفكر بشكل عام. بس كمان في الاشياء الحلوه، الاشياء الانسانيه كلها اللي موجوده بالتعليم الديني، هذا قسم اللي احنا عم نسويه ببيت النعمة. اليوم بتشتغلوا في بيت النعمة مع يعني شرائح حساسة، بتشتغلوا مع قضايا حساسة، بنشتغل مع سجناء، مع مدمنين، مع اشخاص اللي جايين من خلفيات صعبة. السؤال هنا قضية الانكشاف، بنرجع لها، يعني بعدنا مجتمع محافظ، بعدنا مجتمع بخاف ينكشف، بعدنا مجتمع بخاف يمكن يروح على نزل بده يعطيه علاج من أجل أنه ما يشوف ناس تانية بتعرفه. هون الدين بتغلب أو الإيمان، قضية الإيمان بتتغلب على هاي التفاصيل كلها. لا شك أنه للبعد الروحاني بالعلاج اليوم في تأثير كتير كبير، وحتى بالناس المهنيين المختصين بفوتوا قصة الروحانيات. طبعا ما بفوتوا للمحل اللي هو تصنيف إيش هي نوع الروحانيات مثل المسيحي بوذي أو ما شابه، إنما بأخذوا الفكرة الروحانية الكبيرة أنه في قوة عليا، أنا بدي حدا يساعدني أعترف بأغلاطي وكل هاي الشغلات. فكتير مهم، وأنا حسب رأيي أنه الشخص اللي بده مساعد يأخذ كمان قوة من المحل الروحاني. من ناحية النزلاء اللي هن عم بمرقوا علاج، اللي هن كانوا سجناء، هذا قسم من العلاج تبعين، إنه أنا أعترف أنا مش مستحي باللي صار، بالعكس أنا سويت غلطة بعترف فيها، بدي أتقدم. وبيجوا لعنا ناس هون وبيحكوا قدامن قصتين، وأنا عم بحكي قصص كتير صعبة، فممكن هذا يكون بالعكس قسم اللي يأرجي الجرأة، يأرجي إنه مش نهاية العالم اللي أنا مرقته. إذا بنحكي إحنا على عائلات المحتاجة والشبيب اللي بيجوا لهون ياخدوا خدمات، إحنا شوي غاد منحافظ أكتر على السرية، ما منحب نكشف عشان حساسية الموضوع. وإحنا مجتمعنا مجتمع كتير صغير، القصص بسرعة بتنتشر، ما في احترام لخصوصية ووضعية الغير، فعشان هيك بنحاول قد ما يمكن نحافظ على الإشي ضمن الإطار المهني. في الفكرة اللي بتقول جمال إنه أنا بفضل أروح على مراكز، إذا كان الشخص من الشمال في مركز البلاد، أو خلينا هيك شوي نبسطها، بفضل أروح على مراكز يهودية من أجل إنه قديش أقل يكون في أشخاص تعرفني، قديش أقل يكون في أشخاص اللي أنا أكشف عليها. قديه بتسمع هاي الجمل؟ عندنا ببيت النعمة قليل ما سمعتها، بالعكس يعني اليوم إحنا إذا بتروح على السجون تسأل على أنو نزل بدك تروح، الأغلب بقول لك بدي أجي على بيت النعمة. يعني في سمعة اللي هي كتير منيحة من ناحية إنه بتعطي الأجواء المناسبة. اليوم بدنا نطلع على في كمان شغل، اليوم في قوانين بالدولة، والقوانين هاي المرات ما بتسمح إنه أنت تروح لوين ما بدك. يعني إذا أنت موجود ببلد معين وبدك خدمة بدك تروح للشؤون اللي موجودة بالبلدة تبعتك، فشوي بتسكر عليك إمكانية إنه أنا أهرب من مين ما يعرفني. من جهة إحنا مجتمع صغير، من جهة تاني مجتمع لليوم بطل في عنده الانغلاق اللي كان من زمان، صار في نوع من التحرر. اليوم الناس كمان، أهالي حيفا أغلبها من بريد حيفا، مش الكل بيعرف بعضه. إحنا بلد كبيري يعني، إذا بنحكي أنا بحكي بس بشكل خاص على حيفا، في أقل هاي الشغلة، عشان كمان يعني وين ما بتروح ممكن أنت تضيع تنخرط بين الناس، مش زي قرية صغيرة. فمن هذا المنطلق أنا ما واجهت إنه في صعوبة كبيرة، بخلاش إنه بيجي شخص بقول مثلا بدي مساعدة بس من فضلكم بديش حدا يعرف، أو بتطلع إنه فيش ناس بفوت،
بيصير يعني، واحنا بنحترم كل واحد وطبعه ووضعه كمان. اكيد اليوم حضرتك عم بتكمل مسيره الوالد جمال، حضرتك مع جميع الاخوه والاخوات يعني اخوه حضرتك، شو الجديد اللي جبته يعني؟ شو اللي حسيت بمرحله معينه كان ناقص بيت النعمه؟ شو الطبعه اللي حضرتك عم بتحاول تحطها اليوم بهذا المكان؟ سؤال صعب طبعا. أنا كنت تارك شوي البلاد هون، طلعت بريت البلاد، تعلمت بسويسرا، فكنت شوي بعيد عن المحل طبعا، بعيد جسديا. لما رجعت وبلشت أرجع أدخل على أجواء العمل يعني، ولا مرة بقدر أفصل بيت النعمة عني، بيتي دمي هيك ربيط، كبرت فيه بالضبط. والخطوات اللي تركن حياة الوالد يعني، الناس اللي بتعرف حياة الوالد وإن شاء الله بتصير زيه وهيك، بعطيك حمل، نوع من الحمل ومسؤولية اللي هي كبيرة. بس أنا ربيت كمان يعني، إذا باخد تربية الوالدة، إنه ولا مرة جبرتنا نعمل إشي، وخصوصاً هيك عمل اللي بتقول إنه هذا لازم يكون رسالة، فإذا أنت مش رسالتك ما تعملها أحسن ما تخربها. فأنا أخذت هاي الشغلة وربيت عليها، بس حسيت إنه في إشي عم بشدني لهون، فعشان هيك قررت أرجع. اليوم القوانين تغيرت، الأوضاع تغيرت، التعامل مع المؤسسات الحكومية كان بالنسبة للوالدة عبء، ويمكن طريقتي أو معرفتي للغة، معرفتي للتقاليد هون شوي صغيرة أعطاني يمكن شجاعة أو إمكانية وسهل على طريقة التعامل. فهناك إحنا عم نشوف من خلال التحديات اللي عم نمرقها إنه في إشي عم تتغير. من ناحية الفكرة إحنا ما بدنا نغير، إحنا ممكن نطور نغير شوي يعني. موضوع الشبيبي اللي إحنا اليوم عم نهتم فيه هو ما كان من قبل، إحنا ببداية الطريق تعاملنا مع مساجين، مع عائلات محتاجة، نساء معنفات، فعم نغير حسب يعني. بدنا بدي أقولها إنه إحنا عم نلائم نفسنا للطلب بقلب المجتمع. وكمان يمكن لا يعني اليوم أتوقع يعني الأمور تغيرت جمال، يعني القضايا يمكن اللي عم توصل كل يوم مختلفة عن السابق، كمان من ناحية القضية نفسها والعلاج نفسه، كمان من ناحية الكمية. يعني بالماضي ما بفكر كان زي اليوم. بالماضي ما كانت كمية المدمنين على سبيل المثال زي اليوم، ما كانت كمية النساء المعنفات زي اليوم، ما كانت كمية الأولاد اللي ما عندهم أطر، أو الأولاد اللي يعني بعرفش هون يمكن أنا بخالفك شوي، إنه العدد ما زاد، الوعي للموضوع أو الانكشاف للموضوع هو اللي زاد. فعشان هيك احنا بنشوف اليوم كانت نفس قصة المخدرات من يعني كل الوقت موجودة بكل الدول، كل المحلات، العنف بنفس الكمية أو بنفس الوتيرة. اليوم في، إذا عم نحكي احنا على مجال المخدرات، اليوم في عندنا مشاكل كتير كتير صعبة، وإذا قبل كان تلاقي من بين ألف واحد اللي بجيل 12-13 يتعرض للمخدرات، اليوم إحنا عم نلاقي إنه بالمدارس في عندك المئات اللي عم بتعاطوا. المشكلة عم بتزيد، كل الانكشاف للإنترنت، للأفلام والمضامين تبعتها عم بتخلي الإشياء أسهل وأقرب للأولاد مثلا بمجال المخدرات والعنف. بقصة العائلات المحتاجة مثلا، طبعا اليوم الطلبات تغيرت، يعني اللي كان يكفي كيلو رز قبل 10 سنين 15 سنة اليوم بده 10 و15، وكل الرز هو بس مثل بسيط انا عم بحكي، بس اليوم متطلبات الحياة، تكاليف المدرسة، تكاليف القرطاسية، تكاليف المعيشة، الاكل، تكاليف الحياة بشكل عام كلها عليت. واحنا بنعرف انه اليوم الوضع بالدولة من ناحية معاشات ما بلائم مستوى المعيشة اللي لازم يكون، فهذا طبعا بيزيد من الضغط. وللاسف احنا امكانياتنا محدودة من ناحية المدخول ومن ناحية إمكانية الدعم، فلما الوضع عم بيسيء، وتعال نقول بديش أقول نزلت كمية التبرعات والمدخول، بس إذا بضلوا نفس الشيء بتحس إنه في فرق عم بيزيد التقل. اليوم وين المشكلة من إنه يكون في تعاون مع وزارات يعني تعنى بهي شؤون وزارة الرفاه الاجتماعي، المؤسسات الحكومية، ليش اليوم ما بيكون في دعم منهم؟ قصة الدعم يعني صعب كتير إسا أعطيك أنا الجواب.
من خبرتنا بنشوف انه في شيء يعني في تفرقه بالموضوع بما انه احنا مؤسسه عربيه. اكيد ما في هاي مش رح ادخل هذا يعني طبعا بديش افوت لهي المحلات للأسف. للاسف اليوم الاولويات بالوزارات مش عم بتكون ملائمه لمتطلبات الناس الشعب. يعني اذا بيعلوا شوي السعر او المعاش اقباله عم بيعلوا بكثير اسعار اشياء تانية، ففيش ملائمه. وإذا بدنا نبلش نقول نحكي على تعاون ببلش إنه الوزارة أو الجهات المختصة المسؤولة لازم تكون فاهمة شو المتطلبات وتحط عندها سلم أولويات، اللي هذا عم بيكون مش موجود زي ما حكيت بالمطلوب. أوكي، عم بفوت الأمور السياسية، عم بتفوت كل المصالح الشخصية للي كل واحد وصل على الكرسي. في توجهات كل الوقت، في توجهات. إحنا قسم من عملنا هو تحت مراقبة وموافقة الوزارات المختصة بالشغل تبعنا. في عنا تعاون مع مكاتب الشؤون بالبلد هون، فمن هذا المنطلق احنا في تعاون وفي أخذ وعطاء. بس إذا عم نحكي احنا على كبير، في نقص كتير كبير بعد لإحنا نوصل نسمع صوت الناس. هذا اللي عم نلاحظه ومنشوفه كل يوم. يعني عندك المعاقين كل يوم والتاني بتظاهروا بيعلوا لهم 100 شيكل وما حداش معبرن. كان عندك أزمة المستشفيات، أزمة المدارس، أزمة بيت النعمة اللي مرق فيها بال2015 وال2016 و17. يعني كل سنة عم نشوف إنه للإنسان الصغير اللي بحاجة لمساعدة مش فش سئدان عم تسمعه، ومن عشان هيك الميزانيات ما عم بتكفي. يعني الدولة عم يتحول لرأس مالية وفكرة مستمرة بهذا النهج. جمال، احنا كان مهم نتطرق لهذا الموضوع لحتى كمان المشاهدين يكونوا بالصورة انه الرفض هو مش من بيت النعمة وانما بسبب سياسات التفرقة. هاي النقطة والعنوان الأهم، بيت النعم اليوم غير ممول من أي وزارة. رح نكمل بتفاصيل بيت النعم. هو في تمويل جزئي بس لأجل الخدمات كافي. غير كافي غير بالمرة كافي. يعني لأجل بعض الخدمات اللي منقدمها. وإحنا كمان مؤسسة، يعني ما بنقدر نكون مؤسسة سياسية. إحنا لخدمة الناس. الوضع السياسي خلفيتي أنا منين جاي واضحة، بعرفها، بشتغل عشانها بطريقتي. أما ما بقدر أفوت بيت النعمة اللي عم بيقدم خدمات لمحلات لزوايا اللي ممكن يضر بالأفعال تبعتنا تجاه اللي بحاجة للخدمة. جميل، إحنا كملين نتحدث عن بيت النعمة وعن قصة نجاح هذا المكان بعد شوية من حضرتك جمال شحادة. نكملين جمال هيك، والختام من المحل يلي بدأت منه الحياة. يعني احنا موجودين في بيت الوالدي اللي بعدنا في بيت النعمة، يعني بعدنا في نفس المبنى. وحكيت لي انه احنا خلقنا هون وربينا هون بس اليوم يعني بحكم الاستقرار والحياة بعد الزواج نقلت. بعدك حابب انك تكمل الحياة هون، ضلك عايش هون؟ أنا لليوم بعد مش قادر أستوعب يعني إنه في عندي بيت خاص فيه. طبعاً في عيلي، بس دائماً في إشي بيشدني لهون. لما باجي في راحة معينة اللي الواحد بحسهاش بأي مكان، زي بيته يعني. حتى بعد ما يترك سنين وبرجع لبيته في إحساس خاص. طبعاً بفكر هاي الشغلة بنشاركها أنا وإخوتي، إحنا أربع أولاد وبنت. اليوم كلنا مش موجودين هون، الوالدة بعدها موجودة، بس ما منعدوا محل الشغل ولا رايحين عند أمي، لا نازلين عبيتنا على بيت النعمة. يعني فإحساس خاص، يعني الواحد بيربى بهيك أجواء وبيكبر بهيك محل، صعب إيمو من دمه ومن نفسه. قدي اليوم بتعطي يعني لأبنائك نفس الطباع اللي أخذتها من الوالد والوالدة؟ قديش بتحاول فعلاً تزرع عندهم المبادئ اللي أخذتها، القيم الإنسانية والدينية والروحانية؟ وقديش أصلاً بحكي معهن هذا الموضوع اليوم مع جيل الحديث؟ هذا موضوع آخر، قديش بحكي الإشي معهن. إحنا
قصة من التربية اللي أخذناها اليوم يعني أولادنا مزبوط، بنتي بعد عمرها سنتين بعرفش قديش ممكن تتجاوب مع الإشي، بس بتيجي لهون بتتعامل مع الشباب اللي ساكنين، أولاد إخوتي اللي هن شوي أكبر شوي بالجيل بيلعبوا تحت بالساحة بدون ما يكون في حدا معين، ما منخاف عليهم، بيجوا بيسلموا على الشباب، بيحبوا يلعبوا معين، يتغدوا معين، هيك إحنا ربينا وهذا اللي عم نحاول نمرقه. بفكر أنا بشكل خاص يعني إنه بنتي لما تلعب مع أي حدا من الأقارب تقول هاي لعبتي ولا هاي هيك مش مقبول علي، يعني إحنا هون تعودنا بيتنا مشتركين بكل إشي بكل الساعات، إسا تيجي تدخل هاي التربية 100% مش راح يزبط لما أنت مش ساكن بقلب المحل. بس إحنا منحاول نخلطن بطريقة الحياة هاي. صعب أقول لك اليوم قديش بالمية ممكن إنه حدا من أولادنا يكمل، طبعا هذا حلمنا زي ما كان حلم الوالد والوالدة إنه حدا من الأولاد يكمل المشوار، وصلنا لهذا حققنا هذا الحلم. إحنا أنا وكمان تنين من إخوتي موجودين بشكل دائم بالمؤسسة، أختي كمان متواجدة التقيت فيها تحت لما فتت، هي اليوم معلمة للتعليم الخاص مع أولاد وشباب اللي عندهم إعاقات كتير كبيرة، وأخوي الصغير رغم أنه عنده مصلحة وطباخ برضه موجود وبيجي، يعني هذا بيتنا. قديش اليوم الوالدة سعيدة بأنها عم بتشوف بداية المشوار عم بيستمر، وقديش سعيدة بكل التقنيات الحديثة اللي تم إدخالها اليوم على بيت النعمة من حيث العلاجات، من حيث تقديم يعني الخدمات المختلفة اللي مثل ما حكينا اختلفت عن الماضي. أول إشي إحنا حققنا لحلم الوالدة، ولا مرة جبرتنا نكمل، كانت مؤمنة إنه هاي رسالة، الرسالة ما بينفع تجبر حدا، إذا مش جاي من قلبه بس بخربها. فهي ولا مرة ضغطت علينا، بس كانت تقول بتحب تشوف حدا يكمل، ومن الخمسة ثلاثة مكملين بشكل ثابت والخمسة موجودين بالإطار هذا. فبفكر من هاي النقطة هي كتير كتير مبسوطة ومرتاحة كمان. مؤمنة بالطرق الحديثة اللي تم إدخالها. غاد عندنا إشكالية مع الموضوع، يعني بكتير شغلات هي عندها تحفظ، بس كمان هي عندها تفهم إنه الدنيا تغيرت، الأوضاع تغيرت، القوانين تغيرت، فعشان هيك هي يعني آخر كم من سنة، هي قبل سنتين طلعت على التقاعد، ومن قبل ما يصير جيل التقاعد هي كل الوقت تحاول تتراجع شوي عن إنه تكون بقلب المكتب والمركز الإداري، وتتفرغ للأشياء الأكثر الروحانية من ناحية الفلسفة والفكرة تبعت بيت النعمة. اليوم هي مش موجودة بالمكتب، بس هي موجودة كجزء لا يتجزأ، هي الروح من وراء بيت النعمة، نستشيرها بكل شغلة. طبعا في أشياء مش مقبولة عليها، في أشياء بتتحفظ منها، في أشياء بتتفهمها وبتقولنا عندكم البركة تكملوا يعني، بس هذا قسم من الحياة والطابع البني آدم بكل محل مش بس هون. بس ولا ممكن تتنازل، ولا ممكن تتنازل عن إنه بيت النعمة يبقى لخدمة الإنسان ومش لخدمة البيروقراطية والأشياء الدنيوية اللي بتصعب الأمور. هدفنا الأول والأخير هو إنه الإنسان اللي بحاجة لخدمة يلاقي محل يوصل له. بما إنه تحدثنا يعني عن الوالدة ما زالت موجودة في الحياة وإن شاء الله هيك العمر المديد لإلها، اليوم لو حياة الوالد موجود ليش بتفكر إنه عن جد هو كما بده يكون سعيد بإنه هالمحل العكس عم بتطور وعم بتقدم وعم بحاول يوفر كل وسائل الراحة، وبإنه الأهم إنه الرسالة الأساسية اللي كان بده إياها كل الوقت وعم بضحك بالصورة ومبسوط. قديش بتحس إنه عن جد هو مبسوط اليوم بالسنة؟ أنا عم بحكيك إسا كبني آدم مؤمن، أنا متأكد إنه هو موجود بمحل اللي كمان عم يدير باله علينا فيه، مبسوط باللي عم بيشوفه. خلينا نكون واقعيين، الوالد مش معنا اليوم، روحه موجودة بس كتير شغلات تغيرت، وبفكر لو حتى هو كان موجود يمكن راح يواجه كتير من التحديات والصعوبات اللي ما كانت على وقته، عشان طريقة التعامل حتى مع المكاتب الحكومية كانت غير. اليوم كان ما في عندك الإمكانية تبني التواصل مع أشخاص اللي هن بمناصب مهمة لحتى يساعدوك بالعمل تبعك، اليوم كل سنة سنتين بغيروا عشان كل الفضائح والمشاكل اللي عم بتصير، قبل هاي كانت شوي متغيرة، كان ممكن تبني علاقة اللي يكون فيه عن جد من خلال هالعلاقة تطور الخدمات تبعتك. ف
أكيد أكيد لو هو متواجد معنا كثير شغلات كانت بتكون غير، بس أنا متأكد إنه بيت النعمة كمان كان رح يمرق بصعوبات زي اللي عم نمرق اليوم لأجل الأحداث والواقع اللي إحنا موجودين فيه. بس أنا متأكد وبتأمل يعني إنه هو مبسوط عن شو إحنا عم نساوي، وبفكر إحنا كمان عم رغم كل كبر المسؤولية اللي ترك لنا إياها عم نحاول نعمل أقصى المجهود لحتى نكمل رسالته إن شاء الله. أكيد الله يرحمه يعني طيش. الوالد مريته بهذا المشوار اللي كتير طويل واللي مثل ما حكينا ما كان مفروش هيك بالزهور، وبفكر بعد في كمان تحديات هيك قدام كل الأمام. قديش اليوم هيك عم تتطلع لقدام وبعدك بتقول أنا أدها، أنا رح أكمل رح أستمر رح أتحدى كل هاي الصعوبات؟ والسؤال وين شايف بيت النعمة هيك بال يعني بالسنوات المقبلة يا جمال؟ تحديات موجودة وبعد إلك أخلاق طبعاً طبعاً. أنا مع كل الصعوبات لما بتشوف واحد من المساجين اللي سمعت عن قصته وحياته بحكيك عشرات السنوات بالمخدرات ومشاكل وبعد عن العائلة، وإنت بالأدوات اللي أعطيته إياه هو قدر يرجع على الطريق المضبوطة وبيجي بزورك مع عائلته وبحكي لك عن المصلحة اللي عم بيشتغل فيها والطريق المضبوطة، تقدرش تتخيل وصعب أوصف قديش هذا بنسيك كل الصعوبات اللي انت عم تمرقها، والصعوبات كتيرة بهذا العمل. فإحنا منحب نكون إيجابيين ومنتطلع على النص المليان من الكأس. اليوم في عنا 2 من الطاقم تبعنا اللي هني خريجين برنامج بيت النعمة، فشو بدك أكتر من هيك لتأخذ قوة وتكمل؟ نعم في كتير مشاكل، في كتير الشغلات اللي بدنا نتخطاها إن كان اقتصادي يعني مادي من ناحية إنه تفعل المحل، قوانين، حاجة طلب تبعت الناس اللي أنت مش قادر توفرها بما إنه عم بيشوفوا فيك أنت مرسى أمان ما عم بتوجهوا للتأمين الوطني ولا عم بتوجهوا للمكاتب الحكومية، توجهوا لإلك أنت كبيت النعم المحل الدافئ اللي فيه مين يسمعك، ومرات ما بتقدر تقدم المساعدة. وهي شغلات هي بفكر أصعب تحدي أكتر من ما إنه إحنا نحصل موارد، إنه أنت تقول لشخص مش قادر أساعدك. قدرنا نطور علاقات مع مؤسسات تانية، جمعيات أخرى اللي إحنا منوجه لإلها عشان ما بنقدر نتكفل بكل المهام، بس في بعد كتير إيش نساوي. إحنا عم نقدم خدمات للبلد، فبفكر في دور كبير كمان أولاً لأهل البلد، في وعي عم بيزيد من ناحية إنه هقدم أنا للآخر مش بس أهتم بحالي. بالسنوات الأخيرة بقوله بكل فخر إنه مجتمعنا عم بيوعى لهاي الشغلة صحيح. وعم بيقدم أكتر. هو مجتمعنا مجتمع معطاء جدا جدا جمال، بدك بس مين شوي يدزه يعني، بدك مين يدزه. بفكر لا مجتمعنا بحب يعطي، مجتمعنا بحب يدعم 100%، بس إحنا بحاجة يمكن لا بتعرف لهي الدفشة مرات. هو يعني المبادرة حلو لما تكون مبادرة صح. مش إنه حدا يقول لك تعال سوي هون هون. فهاي نقطة إحنا مهمة لإلنا، إنه بما إنه إحنا قسم المجتمع، المجتمع كمان يفهم شو عم بيصير ويقدم. والشغل الثاني المؤسسات يعني الحكومية، بما إنه إحنا مقدم خدمات اللي عم بتخفف عن الحكومة صحيح. المفروض إنه هني كمان يدعموا، وأغلب الجمعيات مش عم تأخذ الدعم اللي لازم، مش بس بيت النعمة أنا بحكي بشكل عام. أحلامنا دائماً أنا بقدر ألخصها يعني ممكن تروح لمحلين. حلم باتجاه اللي هو بفكر أكتر واقعي، إنه يا ريت يكون في كمان أكمل بيت نعمي مجتمعنا بحاجة. والحلم اللي هو الوردي اللي بعد بدنا كتير تنوصله، إنه ما يكون في بيت النعمي عشان مش بحاجة لبيت النعمي. يعني إحنا هذا فعلاً هذا هو أملنا الكبير، يكون بيت النعمي المحل اللي يمكن يجمع أصحاب الخير، المحل اللي يجمع الناس على الروحانيات الجميلة جدا، على الإيمان الجميل جدا، وعلى الإنسانية. بفكر هذا أهم من أنه نجمع الناس اللي عندها احتياجات معينة أو الناس اللي عندها يمكن أمور اللي بيت النعمة بوفرها اليوم. إحنا بنتمنى عن جد أنه كل رسائلك وصلت اليوم جمال، بنتمنى أنه مجتمعنا يكمل بالخير، مجتمعنا يكمل بالعطاء. وبفكر انتو اليوم بيت النعمة عن جد قدرتوا انكم تأسسوا اساس جميل جدا للعطاء وللإنسانية، مش بس بحيفا، بفكر بكل المجتمع العربي. ولازم كل الناس تيجي تزور بيت النعمة وتعرف عن شو عم نحكي، عن جد تعرف عن شو عم نحكي. جمال الكلمة الأخيرة لإلك، لأني أنا جدا سعدت اليوم عن جد بوجودي بهذا المكان وبسماعي لكل هاي المسيرة الطويلة اللي هالقد ملهمة والقد هيك
تعطيك طاقة حلوة. يعني أنا رح أطلع من هون عن جد معتقدات حلوة. فتفضل الكلمة الأخيرة لحضرتك. طبعاً بدي أشكركم على اللفتة هاي الحلوة، كتير مهم إحنا نشارك بالأشياء الحلوة اللي عم بتصير بمجتمعنا. عم نسمع بس عن الأشياء الشنيعة والأمور اللي ما بدنا نسمعها وما بدها تكون، ما بدنا إياها تكون جزء من مجتمعنا. فإحنا دائماً نحب نوصل هاي الرسالة ونأرجي إنه في أشياء كمان كتير حلوة عم بتصير. أملي دائماً إنه يزيد التعاون عشان مجتمعنا حالياً بعده بحاجة لأنه يأخذ أكتر دعم. وما بنقدر نحكي على إنه إحنا نوصل، إذا بدنا نحكي عن السلام الداخلي أو السلام مع الآخر، لما إحنا موجودين كمجتمع ضعيف، الواحد بوكل بالتاني، الواحد بعرقل التاني. لا، بدنا نأخذ قصص النجاح، القصص الإيجابية اللي موجودة عندنا، نحكي عنها أكتر. وهون في دور كتير كبير للإعلام إنه نورجي كمان هاي المحلات. لما الصوت الحلو هذا بيعلى أكتر من الصوت العنيف والأشياء اللي ما بدنا نسمعها، بيصير في نوع من التوازن اللي بعطي كمان لإلنا كبني أدمين زي ما قلت أنت تشجيع وتحفيز وطريقة نظر للحياة بطريقة تانية. فإحنا إن شاء الله عم نقدر نكمل باللي الوالد ورتنا إياه. بتأمل إنه عم نكون حسن عند حسن ظن الناس اللي عم تتوجه لإلنا، وإن شاء الله نقدر نكمل بهالمسيرة. إن شاء الله وأكيد الله يرحمه حياة الوالد. وبفكر يعني اليوم مثل ما ذكرته موجود بمكان جميل جدا وهو سعيد بكل الإنجازات، والله يطول بعمر الوالدي ويعطيكم عن جد كل الصحة والعافية لتكملوا بهذا المشروع. شكرا جمال الشحادي ويعطيك ألف عافية.